طيب خلينا نكمل. حكينا من نميز، التمييز مهم بين التكست والنيم. لاحظ أهم خاصيتين لازم نميز بيناتن، التكست والنيم. شو هو التكست؟ التكست خاصية التكست النص الظاهر على الكنترول، البتون النص الظاهر عليه تكست اللي بتشوفه أنت على الفورم، هذا اللي بتشوفه على الفورم بمرحلة الديزاين هذا تكست. الاد هاي تكست، ريزلت هاي تكست، نام 1 تكست، نام 2 ذات ريبريزنت ذا سكند هاي هذا تكست. النص الظاهر هو التكست. التكست في عندنا نيم بروبابيلتي، النيم بروبابيلتي اللي هي خاصية الاسم. خاصية الاسم قلنا وين بتظهر بالبروبابيلتيز ويندو؟ بأعلى نافذة البروبابيلتيز، حتى لو رتبتها أبجديا ما بتظهر مع حرف الان، بتظهر من فوق. هي ليبل 2، هذا اسمه ليبل 2. طب شو فائدة الاسم؟ شو فائدة الاسم؟ الاسم فائدته بالبرمجة، فائدته بالبرمجة. البرمجة أنا ما بتعامل مع النص، بتعامل مع مين؟ مع اسم الكنترول. انتبهوا، بالبرنامج بتعامل مع اسم الكنترول. وهسع ممكن أروح أعمل لك كود، أكتب كود واستخدم أنا هاي. لحد الآن إحنا تعلمنا الخصائص، وبعد شوي راح يعلمك كيف تغير الخصائص، مش من البروبارتيز ويندو، هاي من البروبارتيز ويندو ليوزر مش عارف برمجة. اللي بيعرف برمجة بيقدر يعدل الخصائص يكتب ويعدل الخصائص، يكتب بحيث يقدر يعدل الخصائص. وهذا الاشي راح نعلمك اياه. انا ممكن اكتب لك كود على الخصائص بدون جمع وطرح وضرب، بحيث لان لسه لشابتر 2 راح ناخذ هاي العمليات. اروح اكتب لك كود له علاقة بالخصائص. هاي مثلا انا شو سميت button 1، هيو اسمه btn add. شايفين كيف غيرت اسمه؟ تغير هيو بالكود btn add. غيرت انا كمان على ايش؟ بالديزاين. غيرت text box 1، غيرته شو سميته؟ txt num 1. طب text box الثاني txt num 2. طيب ترجع على الكود، بدي اجي txt num 1، شايفين بالكود ظهر لي اسمه دوت لاحظ، وانت تكتب هو بيساعدك دوت فور كلر يساوي، شوف شو بعطيني كلر دوت اكوا. اكوا مائي، لا مش راح يبين عليك. شوفوا كيف كتبت كود بغير لي الفور كلر للتكست نام 1، بس هذا الكود ما راح يتنفذ الا اذا ضغطت على الزر، لانه مرتبط وين؟ بالبروسيجر الخاص، بالضغط على الزر. وهذا راح احكيه بالتفصيل يعني لسه، بس بدي اوريك شو اهميه النيم. النيم هيني لما استخدمت تكست بوكس شفت شو اسمه تي اكس تي نام 1، استخدمته باسمه اللي انا سميته. ومن الاسم لاحظ انا كتبت اسم توضيحي، من تي اكس تي بعرف انه هذا تكست بوكس، من نم 1 بعرف انه هذا راح استخدمه لادخال قيمه. لهيك انا عاده بحكي لك لما تختار اسماء اختار اسماء معبره. حكالي حط بريفكس مكون من 3 احرف يمثل لك شو هذا، شو بيمثل الباتون، قال لي بي تي ان. بس حكيت لك هذا مش اجباري، يعني ممكن انا قرات بكتاب برمجه ثاني حاطه طريق ثاني، بس اختصار يا اما بريفكس يا اما بوست فيكس. كتاب ثاني عامل بوست فيكس بدل بريفكس، يوضح انه هذا مثلا باتون، مش شرط اختصار بي تي ان، ممكن اختصار اخر. بس احنا هون باللي مستخدمينه اختصرنا بي تي ان، ال بي ال للليبل، تي اكس تي للتكست بوكس، ال اس تي للليست بوكس، والاف ار ام للفورم. الفورم اف ار ام. طب خلينا اغير اسم الفورم، بدي اغير اسمه بالديزاين، بديش بالبرمجه. بالبرمجه في شغله لازم ننتبه لها بالفورم. بالديزاين بدي اغير اسم الفورم، شو اعمل؟ اول شيء اختار الفورم. شفتوا شو عملت؟ عملت سيلكشن، مش دبل كليك، كليك واحد يقولنا السيلكشن. سيلكشن خارج اي كنترول، بختار الفورم نفسه. لاحظ الفورم شو اسمه؟ لحد الان اسمه فورم 1، وهو الاسم التلقائي اللي بعطيني اياه. طب بدي اغيره، هاي رحت على النيم بروبرتي، شو اخليها؟ اف ار ام، يلي حط اختصار مكون من 3 احرف عشان تعرف انه هذا هو فورم. اسمه مثلا
FRM adding. هيك بدي أسميه FRM adding. ضغطت أنت. طب قل لي ما تغيرش. أي اسمه Form 1؟ اسمه Form 1. هذا النص الظاهر Form 1. لاحظ نصه. النص الظاهر Form 1. هي تغير. قل لي Properties. هي صار FRM adding. طب إذا بدي أغير النص الظاهر هذا بديش إياه forming form 1 بدي إياه adding. شو بغير؟ أي خاصية؟ التكست. لاحظ الخاصية اللي راح حكينا دائما النص الظاهر قدامي على الفورم هذا كله تكست. بدي أغيره بغير التكست property. هاي adding. شوفوا كيف تغير؟ adding. بس هذا مش الاسم adding. adding هذا التكست النص الظاهر. اسمه شو صار؟ FRM adding. في عنا التول بوكس حكيت لكم عنها اللي هي خاصية الأوتو هايد للتول بوكس ولا مجموعة من الأزرار. حكينا التول بوكس هون خاصة هذا الزر البن هاد بيمثل أوتو هايد. حكينا إذا كان وضعه هوريزنتال بيكون الأوتو هايد فولس. يعني الأوتو هايد فولس يعني ما فيش اختفاء تلقائي، يعني رح يظل ظاهر على طول إذا كان vertical عمودي. إذا كان horizontal شوفوا عملته horizontal بدي إياه بظهر. هي ظهر. لاحظ البن اللي بيمثل الأوتو هاي لاحظ شو وضعه؟ وضعه horizontal. إذا كان horizontal بيختفي إذا كنت أنا مش بحاجته، إذا كنت بحاجته بظهر. هاي الاوتو خاصية الاوتو هايد اذا بدك اياه ظاهر دائما عشان ما تتغلبش تضغط عليها بتصير بشكل عمودي بصير الاوتو هايد فورس وبالتالي بظل ظاهر دائما. نفس الاشي خاصية هذا البروبرتيز نافذة البروبرتيز نافذة وضحت خاصية البوش بن هتسماه بوش بن. إذا أعطيتك إياه مثلا بامتحان مش شرط أعطيك إياه كامل بعطيك هيك التول بوكس بقول لك هذا وضع البوش بن شو هو فيرتيكال ولا هوريزنتال؟ فيرتيكال عمودي. طب عمودي يعني الأوتو هايد فعالي ولا لا؟ فولس ولا ترو؟ راح تكون بما إنه عمودي راح تكون الأوتو هايد فولس. شو يعني الأوتو هايد فولس؟ يعني التول بوكس ظاهر دائما. ومش شرط نحكي لك بهاي العبارات، ممكن نقول لك أي من الجمل التالية صحيحة بناءً على بعطيك التول بوكس وبعطيك هاي فيرتيكال. بقول لك التول بوكس سوف يظهر بشكل دائم. التول بوكس سوف يظهر ويختفي حسب الحاجة. بما إنها هاي فيرتيكال، إذا التول بوكس سوف يظهر بشكل دائم. إذا كان هوريزنتال حكينا، بيكون الأوتو هايد إنيبلد تفعلت، وبالتالي بيكون سيظهر ويختفي حسب الحاجة. طبعا مش بالعربي الأسئلة، الأسئلة باللغة الإنجليزية. شايفين هايو بوش بن. طيب نشوف الإيفنت. عرفنا شو هي الكنترول. كل كنترول بضيفه على الفورم برتبط فيه حدث. وحكينا إنه لغة فيجوال بيسك هي إيفنت دريفن. إذا ما حصل الحدث ما رح يتنفذ الكودات ولا رح يتنفذ إشي. لاحظ أن إيفنت is an action. هو عبارة عن action. Such as the user clicking on a button. زي مثلا الضغط على الزر. أو تغيير النص بتكست بوكس. هذا action. Event. إنك تغير النص داخل تكست بوكس هذا action. إنك تضغط على زر هذا action. إنك ممكن تمرر الماوس على عبارة معينة هذا action. في actions كتير events كتير ممكن نعملها بس احنا عادة بنركز على الضغط على الزر تغيير القيمة تغيير قيمة داخل text box بنركز على أشياء معينة بس الأحداث الموجودة هسا بدي أوريكم البروبرتيز ويندو ممكن أعملها event window وتشوفوا كم حدث ممكن يرتبط بكل control شو أنواع الأحداث اللي ممكن ترتبط بالcontrol بحكي لنا usually nothing happens in a visual basic program until the user does something and raises an event. بحكي لنا بلغة visual basic ما في إشي رح يصير
إلا إذا اليوزر نفذ حدث معين، وساعتها الكود المرتبط بهذا الحدث رح يصير تنفيذه. What happens؟ شو الإشي اللي بيصير؟ مثلاً ضغطت على زر، هون عندي زر، والزر بمرحلة، طبعاً مش بمرحلة الديزاين، الإيفنت بده يصير مش بمرحلة الديزاين، بمرحلة الرن. هسه رح أعمل لك كيف معمل رن. بضغط على هاي المثلث الأخضر هذا، إذا ضغطت عليه بتعمل رن. طب هاي عملت رن، أنا عملت رن، شايفين أعطاني الفورم بمرحلة الرن. جيت متذكرين شفتوا اللون اختلف اللي بالنص، ضغطت على الزر شو صار؟ نفذ الكود الموجود داخل البروسيجر الخاص بالضغط على الزر. شوفوا أرجع لك عليه الكود، أنا غيرت اللون لبلانش ألموند، بس طلع لون خافت كثير، أرجع أغيره، كان أزرق ترجعه بدي أخليه بلاك، هيو بلاك عشان تشوفوه، وأرجع أعمل رن وأضغط على الزر. لاحظ اللون النص كان أزرق صار أسود. طب شو هذا الإشي؟ أنا كتبت بالكود بالبروسيجر الخاص بالضغط على الزر إنه النص الظاهر داخل تكست بوكس 1 غيره لأسود. نفذ، يعني شو الإشي اللي رح يتنفذ إذا ضغطت أنت على الزر؟ حسب أنت شو كاتب بالبروسيجر الخاص بالضغط. ممكن تجمع، تطرح، تضرب، تقسم، تعمل دورانات، أي إشي بدك إياه، بس إحنا ما كتبناش كود، لأن أنا بعني بس بأخذ بالخصائص. ليه كتبت بس كود يعدل خاصية. شفتوا كيف بس ضغطت على الزر؟ أرد أعمل كمان رن مرة ثانية. هاي رن. أعطاني الفورم بمرحلة الرن، مش بمرحلة الديزاين. عملت الحدث اللي هو الضغط على الزر، الحدث غير لي لون النص الظاهر بتكست بوكس 1 من ازرق للون الاسود. شايفينه هو ازرق، غيره للون الاسود. هيك بحكي لنا الاشي اللي راح يصير بيعتمد على الاشي اللي كاتبه انت داخل الايفنت بروسيجر. طبعا الايفنت بروسيجر تفهم هيكليته بالبدايه مهم كثير، بس احنا رح نصلها، يعني مش كله مرة واحدة، بس لحد الآن افهم بس الاشي اللي تعلمناه، بس الاشي اللي تعلمته بس افهم. يعني لو في اشياء بعدك مش فاهمها مش كله مرة واحدة، هاي اساسيات مهمة. لحد الآن افهم شو هي الكنترولز، كيف نضيف الكنترولز، كيف بغير خصائصها، كيف شو يعني event، شو يعني toolbox، شو يعني auto hide هاي للtoolbox اللي اخذناه لحد هاللحظة. هسا راح يوريني أنا كتبت الجملة قبل ما نصل، كيف بقدر أكتب لتعديل الخصائص. هو هي وصل sample statement general form، جمل بسيطة لتغيير الخصائص. هاي الجمل ليش رح استخدمها؟ لتغيير الخصائص. طب أنا تعلمت أغير الخصائص، أنت تعلمت تغيرها منين؟ من الـ properties window، من نافذة الخصائص. طب إذا بدك تغيرها برمجياً بالبرمجة، تقدرش تكتب بالبرنامج جمل؟ لا بقدر، صيغتها سهلة. شو general form؟ control name، لاحظ شايفين name، control name، اسم الكنترول. من هالنقطة لآخر الشابتر مهم، يعني لا تستهينوا فيه، اللي بالأول كان أشياء بسيطة عادي، يعني أي حدا بيقرأها لحاله، بس من هون لازم تنتبه. لاحظ control name، اسم الكنترول. dot property، اسم الخاصية، اسم الكنترول، بعدين بحط دوت الخاصية، تساوي السيتنج. شو يعني السيتنج؟ القيمة. كنترول نيم دوت بروبرتي تساوي السيتنج. أعطاك مثال txt box dot for color زي اللي عملناها احنا، بس احنا كان عندنا txt num1 اسم التكست بوكس. dot for color يساوي، فيش عندنا red لحالها لأنه في عندنا مجموعة ألوان، لهيك بقول لي color dot red. إذا بتحط لي بالامتحان ريد لحالها بحط لك خطأ. color dot red، color dot blue، color dot قيمة الألوان، color dot red. ليش طيب ما بقوليش ريد بلو؟ لأنه هو جامحن المجموعة تحت object اسمه color، هيك بقول له color dot red، color dot turquoise، color dot blanche، color dot blue. نشوف في خاصية ثانية هي visible. txt box dot visible
من اسمها visible يعني ظاهر أو مرئي equal true. خاصية الفيزابيل بتاخذ يا true يا false. لو رحنا على البروبارتيز ويندو بقدر أغير بالبروبارتيز ويندو. هيا لو رحنا هاي تكست بوكس مثلا visible يعني حرف ال V. هاي visible true يعني ظاهر، false غير ظاهر مخفي. طيب إذا بدي أكتبها بالكود بكتب اسم التكست بوكس بدي أخفي تكست بوكس 3. طبعا تكست بوكس 3 هاي بدي أكتب وأشوف إذا موجود. هيني مش مغير اسمه، هذا ما غيرتش اسمه، بعده اسمه تكست بوكس 3 اللي حكينا بدها تظهر فيه النتيجة لأني بعدني مش مغيره. اسمه تكست بوكس 3 بدي أتعامل معه تكست بوكس 3. كان الأفضل إن أغير الاسم، بدل تكست بوكس 3 أكتب TXT result، تصير أسهل البرمجة. شو تكست بوكس 1 تكست بوكس 2 كيف بدي أعرف شو المقصود بيها، هاي شو بتمثل شو هاي شو بتمثل. انت لما تغير التسمية بصير انت فاهم كل شيء، شو كل جزئية شو بتمثل داخل البرنامج. دوت فيزابل لاحظ انت مجرد ما تكتب حرف ال V، هاي خاصية انه البرمجية نفسها بتساعدك بالكتابة، تعطيك قائمة تساوي تعملها فولس. هاي معطاني بس مجرد ما قلت فولس قال لي ترو او فولس، قال لك شو بدك تحط. كمان انت اذا بتبرمج على البرمجية البرمجية بتساعدك، البرمجية نفسها بتساعدك. هسا بدي اروح اعمل رن. هاي ضغطت على الزر، شو عمل؟ غير لون النص. وشو الشغلة اللي عملها الثانية؟ لأن أنا كتبت له جملتين داخل البروسيجر الخاص بالضغط على الزر. كتبت له إنه غير لون النص اللي بتكس تي إكس تي نم 1 من خليه أسود، وكتبت له تي إكس تي تكست بوكس 3 اعمله الفيزابل فولس. شو يعني فيزابل فولس؟ يعني خفيه. شفتوا شو اللي صار؟ شفتوا كيف تنفذت؟ عملت هاي الديزاين الفور، هاي الفور لون النص ب TXT num1 ازرق، و تكست بوكس 3 هاي تكست بوكس 3 انا ما غيرت اسمه، هاي ظاهر تكست بوكس 3 ظاهر. وهاي الفورم هذا الكود، هذا الكود خاص بالضغط على الزر هي كليك btn.add.click. شو الكود اللي راح يتنفذ اللي جوا هذا البروسيجر اللي هن txt num1.4color يساوي color.black. كنا هاي الجملة شو بتمثل؟ تغيير خصائص. بكتب اسم الكنترول مش النص الظاهر، الاسم زي ما غيرته، اذا ما غيرته بضل text box 1 text box 2 text box 3. تاخذ الاسم دوت الخاصية تساوي setting، يعني setting يعني القيمة. هاي txt num1.4color يساوي color.black، textbox3.visible يساوي false. رحت عملت run، كيف بدي اشوف هاي كيف بدها تتطبق؟ عملت run. طب كيف بعمل run؟ شايفينها إشارة المثلث الأخضر أو بقول لي F5، اضغط F5. طب عملت run، طب رح يصير إشي؟ رح يظل الفورم ظاهر زي ما هو ولا رح يصير عليه إشي إلا إذا عملت الحدث. طب شو هو الحدث اللي بدي يغير؟ اللي هو الضغط على الزر. ها ضغطت على الزر، عملت كليك، صار الأشياء المكتوبة جوا البروسيجر اللي هي غيرت لون النص وتكست بوكس 3 اختفى. فهمنا شو يعني إيفنت حدث؟ شو الإشي راح يتنفذ فيه؟ طبعاً إحنا بعدنا ما فصلنا فيه، بس إنه تفهم الحدث، أضغط على زر، أغير نص، أمرر ماوس، هاي كلها اسمها أحداث. إنه فيجوال بيسك هي event driven، حتى لو عملت run ما راح يصير غير اذا صار احداث. ضغطت على الزر صار اشي، غيرت النص بتكست بوكس صار اشي، مررت الماوس على اشي، حسب انت شو كاتب كودات داخل الجزء الكود. انا هون مش كاتب كود غير الا اذا غير للبروسيجر الخاص button 1 underscore click اللي هي بعالج الحدث btn add.click. يعني اذا ضغطت على الزر اللي اسمه btn add شو الاشي اللي بيصير؟ فحكي لنا بيعتمد على الكود اللي انت كاتبه. شايفين انا كتبت جملتين، جملتين بغير ان الخصائص، هذول هن بس الجملتين اللي تنفذ، يعني ما راح ينفذ شيء عشوائي، بس الشيء المكتوب داخل الايفنت بروسيجر، نسميه ايفنت بروسيجر. طب في عندنا تي اكس تي بوكس دوت تكست، مش انا غيرنا النص؟ غيرنا خاصيه التكست من البروبارتيز ويندو. طب لو بدي اغيرها من الكود، هيا تي اكس تي بوكس اسم التكست بوكس دوت تكست، لأنها خاصية تكست،
اسمه txtbox.txt يساوي أي عبارة بدك إياها. أرجع أضيف على الكود إن أغير التكست بوكس، هاي مثلاً txt num2، بدي أغير له num2، بدي أغير التكست إله، بدي أخليه يساوي hello. طب قول لي ما هو رقم، بقول لك صح هو رقم، بس إحنا التكست بوكس كل شيء مدخل داخل تكست بوكس رح يعتبر نصوص حتى لو دخلت أرقام. بعد شوي رح نتعلم كيف نحولها ل، إذا دخلت رقم وبدي يعتبره رقم كيف أحوله لإنتجر، أحوله لفلوت، أحوله لدبل. طب هاي غيرت ضفت، عملت ضغطت على الزر، لاحظت شو عمل؟ غير لون النص وأخفى التكست بوكس 3 وأظهر النص هلو داخل txt num2 اللي هو التكست بوكس الثاني. ها شفنا شو اللي صار؟ بهذا السلايد شو مطلوب منك؟ مش مطلوب منك تفهم الايفنت بروسيجر، مطلوب منك تفهم كيف تكتب جملة إذا لزمت تغير خاصية من الخصائص التابعة لكنترول. راح تشوف مطلوب من هذا السلايد إنك تكتب جملة جملة تغير فيها أحد خصائص كنترول. شو الصيغة العامة؟ كنترول نيم دوت بروبرتي يساوي القيمة. لازم بالممارسة تعرف كيف، يعني اللي مش ممارس من مرة لما كنا نعطيه txt box dot for color يجي يقول لنا يساوي color dot red ولا red ولا color، يحط لنا red، لا هاي بتزبطش، لازم color dot red. txt box dot visible تساوي true، من اسمها visible يعني مرئي أو مشاهد أو مبين واضح، إذا true يعني ظاهر، إذا بدي إياه يختفي بحطها إيش؟ false. txt box.txt طبعا مش التكست، هاي بروبرتي شفناها بتطبق على البتن وبتطبق على الليبل. لو الليبل بدي اغير النص الظاهر فيه بحط اسم الليبل .txt وبحط القيمه اللي بدي، النص اللي بدي يظهر داخل التكست. اعطاني سامبل 4 txt first txt second btn red، والكابشن اللي ظاهر على هذا الفور اللي هو change color to red. خلينا احنا فاتحين البرمجية، خلينا نروح انشئ بروجكت جديد، خلي هذا بروجكت اللي اسمه تيست، ممكن انشئ بروجكت جديد، هذا البروجكت ممكن اضيفه على نفس السليوشن، قلنا السليوشن هو مجموعة من البروجكتس، وممكن احطه ببروجكت لحاله، سليوشن لحاله، انا بدي احطه بسليوشن لحاله، بسميه تيست 2، هذاك سميته تيست، هذا بسميه تيست 2. هاي التست طبعا اذا بدي اياه create a new solution، هاي اذا بديش ينشئ solution جديد بحطه add to solution، اذا بدي project ثاني تابع لنفس solution بحط add to solution، لا انا بدي solution جديد project مستقل ما لهوش علاقه بتست 1. هاي راح يظهر يخزنه على الديسكتوب، بعدين بضغط اوكي، ضغطت اوكي، هاي اعطاني فورم فاضي، ورجع اعطاني سوليوشن اكسبلورر بس فيها تيست 2. لو ضفت البروجكت على تيست 1 بضيف لي اياه لتيست 1. شو الاشياء اللي راح اضيفها؟ خلينا نشوف معي، حاولوا تطبقوا هاي الاشياء. شوف خلينا نغير الفورم اللي ضفته، خلينا احطه يصير نفس هذا الاشياء الموجوده بهذا الفورم نفسه. مين يقولنا شو اول شيء اغير؟ شو هاي ديمونستريشن؟ شو هاي ديمونستريشن؟ هاي شو؟ التكست ال تكست للفورم. ايوه هاي التكست للفورم، هاي لازم اغير التكست للفورم تصير مش اسمه راح يظل فورم 1 الا اذا غيرته اف ار ام مع اسم. هاي الكابشن او التكست قلنا النص الظاهر، هاي اول اشي بدي اغير للفورم التكست، هاي فورم 1 بدي اخليها ديمون هاي هتغيرت، هاي أول شغلة غيرتها. طيب نشوف شو كمان لازم أضيف، شو أضيف على الفورم حسب الفورم اللي عندي؟ لازم أضيف two text boxes وبتون. شو بدي أضيف؟ two text boxes وبتون. خلينا نضيف، كيف بضيف؟ قلنا من التول بوكس. كيف بضيف؟ وين الكنترولز موجودة؟ بالتول بوكس. بالتول بوكس شو بدي؟ تكست بوكس
هاي بدي ارسم تكست بوكس 1، هاي بدي ارسمه واكبره شوي، وبدي هاي تكست بوكس، تمام تكست بوكس، وبدي باتون، هاي باتون 4. طيب هسه نشوف شو الاشياء اللي لازم اغيرها بناء على الفورم اللي عندي. اول اشي شو هاي تي اكس تي فيرز، هاي مأشر لك انه هذا التكست بوكس بدي اياه اسمه يكون تي اكس تي فيرز، بدي اسمه مش النص اللي فيه. لو النص اللي فيه كان حط لي هون نص جوا التكست بوكس، لو بده التكست بروبرتي كان حط لي نص داخله، لا بدي اسميه تي اكس تي فيرست. والثاني شو اسميه؟ تي اكس تي سكند. والثالث شو اسميه؟ بي تي ان ريد. هذول الاسماء. طيب خلينا نروح نغير الاسماء، اغير الاسماء. تكست بوكس 1 شو شو حكى لي سميه شو الخاصيه؟ مش تكست، نيم. والنيم شو بفيدنا؟ شفنا بالبرمجه بهمني الاسم مش النص، بهمني الاسم. تي اكس تي فيرست، هذا صار اسمه. طبعا هذا ما راح يظهر عندك بالفورم، هذا انت لازم تعرفه عشان لما تبرمج تختار تكتب الاسم حسب ما هو. شفتوا تكست بوكس 3 قبل شوي، لاني ما غيرت اسمه، لما جيت ابرمج اغير عليه شو عملت؟ كتبت تكست بوكس 3. طيب هاي تي اكس تي، خلينا نكمل بس هذا وننهي المحاضرة. سكن البتون بختاره، بدي اروح اغير اسمه. طب شو اسمه؟ بدي تطبقه هيك مش بس تقروا بدون تطبيق. بي تي ان ريد، مش هيك كان اسمه؟ بي تي ان ريد. هاي غيرت المسميات. طب ضغط غير شيء على الفورم بالمسميات؟ ما تغيرش شيء، الاشي اللي بيظهر اللي هو النص. ظل البتون 1 النص الظاهر عليه change color to red، change color to red. هذا التكست، هذا تكست، هذا لازم اغير بالنص. خلينا نروح على التكست للباتون، وانتبهوا اني اخترت الباتون، مش اكون مختار التكست بوكس واروح ابدا اغير على الزر، انا مختار الباتون. وين التكست بروبرتي؟ هيها بعدها باتون 1، يعني النص الظاهر عليه باتون 1. شو النص؟ change color to red، هيها تغيرت change color to red. وضحت شو الفرق بين النيم والتكست بروبرتي؟ انت لما تطبق بدي تطبق هيك مش بس تقرا وتشلفك. طيب هسه نشوف شو الايفنتس، ولا خلص الايفنتس بنفصل فيه المحاضره الجايه. المحاضره الجايه بنفصل بالايفنت، لانه كانه وقت المحاضره خلص، وقت المحاضرة خلص 12 ربع وقت المحاضرة. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، بدي اعمل ان. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. يلا السلام عليكم.